بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الفيديو الموجه للتلاميذ سنة ثانية وأوليائهم، نموذج من نماذج اختبارات التربية العلمية. فقط ملاحظة أنه في التعليق المثبت تجدون روابط أخرى لفيديوهات مهمة كثير في التربية العلمية، ربما تمارين لم نتطرق لها في هذا الفيديو. إذن لدينا النشاط الأول في حياتنا أحداث متزامنة وأخرى متعاقبة. لون البطاقة الصحيحة فيما يلي: قرأت القرآن ورتلته. إحنا أول حاجة نفهم التلميذ في أو يكون فاهم في القسم متزامن ومتعاقب. متزامن أشياء تقع في نفس الوقت، المتعاقبة تقع حدث وراء حدث. عندنا حاجة نلفت انتباه التلميذ لها: كل ما يجد ثم. إذن الأحداث متعاقبة وكثيرا وليس دائما ما تفيد التزامن، لكن ليس دائما. إذن لما يوجد ولازم يخمم، لما يوجد ثم مباشرة الأحداث متعاقبة. قرأت القرآن ورتلته، أنا في نفس الوقت اللي راني نقرأ في القرآن راني نرتل فيه، إذن متزامنة. صلينا صلاة العيد ثم زرنا أقاربنا، هنا بين بلي متعاقبة، هنا متعاقبة. عندنا احتفالي بعيد ميلادي وحصولي على الهدايا، أثناء احتفالي بعيد ميلادي حصلت على الهدايا، إذن متزامنة، أليس كذلك؟ عندنا اللي هنا أضع فقط متزامنة هنا. لدينا عودتي إلى المدرسة ودخول أخي الصغير إلى الروضة. في شهر سبتمبر أنت تعود إلى المدرسة، مثلا سنة ثالثة، وأخوك الصغير أين يدخل؟ يدخل إلى الروضة. إذن هنا تزامن. الحقيقة هذا التمرين سئلت عليه كثيرا، عندما يعطى جدول كهذا نحن فقط نضع العلامة في الخانة المناسبة، فقط في الخانة واحدة. عندنا هنا المواد يطفو يغوص ينحل، عندي سكر ماذا يحدث له؟ السكر لا يطفو ولا يغوص، السكر ينحل، السكر ينحل بالماء. الزيت تعرضنا لها أعتقد مرة فائتة، قلنا أنه يطفو. قلنا غبرة الحليب تنحل أيضا. ماذا لدينا؟ لدينا حجرة، الحجرة تغوص لأنها ثقيلة. قضيب حديدي أيضا يغوص. إذن مثلا هنا يمدلنا مثلا غبرة الشوكولاتة نقول تنحل، يمدلنا مثلا هنا ورقة شجرة نحطها تطفو، مثلا يقول لي ورقة أيضا تطفو، يقول لي مسمار يغوص، وهكذا. هنا ماذا لدينا؟ أكمل الناقص ب لونه الماء تنحل، محلول مائي. هذه رأي خلاصة مكتوبة من الخلاصات اللي يطلبوا منهم أنهم يحفظوها. بعض الأجسام في وتشكل بذلك، ماذا تشكل؟ تغير المواد المنحلة ذوق الماء وماذا؟ إذا ما دام هنا قلنا المنحلة، إذا بعض الأجسام ماذا يحدث لها؟ تنحل. إذا ماذا نقول؟ بعض الأجسام تنحل في ماذا؟ في الماء. لما تنحل في الماء وش يولي عندنا؟ ذاك الماء ما يوليش ماء، يصبح محلولا مائيا. محلولا مائيا يعني تخلط بالماء، الماء مع المادة التي انحلت به. تغير المواد المنحلة، وش تغير لنا؟ تغير لنا ذوق الماء ولونه. خي لاحظتوا لما نحطوا كأس فيه غبرة الحليب يتبدل لونه ويتبدل أيضا ذوقه، لكن ليس دائما، أحيانا. هنا عندنا نشاط أيضا بسيط جدا، عندنا عدد فصول السنة يربط بما هو مناسب، عدد أيام الأسبوع، عدد الأشهر، هذا أعتقد راه بسيط جدا. هنا ماذا لدينا؟ عدد فصول السنة أكيد 4، لدينا عدد أيام الأسبوع 7، ولدينا عدد الأشهر 12، هذا أعتقد أنه أول درس داروا في هذا الفصل. إذا نموذج بسيط جدا، نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه.
كما ذكرت فقط عودوا للتعليق المثبت تجدون نماذج أخرى. قلكم في أمان الله، نلتقي.